اسمه محمد السلامي، سائح محلي في البلاد ولد وجده. عندي شاك يعني كل عام كان يجي نخيم هنا من اللي كنت صغير. تل هاد اللاج هذا، الحر ديال وجده قال لي عنده شويه ديال الامكانيات ضروري يجي يفوج هنا سينون. وهاد المنطقه القريبه بحال وجده بركاب احفير هادو لو سامدي والديموش، واخا ما عندهمش شي يفوتو غير لا جورني ويمشيو. كيما قلت لك الدار اللي قلتها الاول، كل طور يحرك بعقرينو اللي عنده امكانيات. كاين الديور تكريح حتى ب 100 درهم بار جور، 650 800 مينيموم كتخلص 250 درهم. الور واعره شويه على المسكين 250 واعره. هنا سي فيزابل، هنا 100 درهم بار جور صافا بالنسبه لواحد يفوت 10 ايام 20 واحد سيمانه على حسب الامكانيات ديالو. العام اللي فات وهاد العام، لان كانت جات الكوفيد منعت الناس باش الدوله منعت كي سميته الدوله منعت التخييم وداكشي. العام اللي فات عمر بزاف، وهاد العام راه يعمر وغادي يزيد يعمر، مازال باقي الكاباسيتي ديالو كبيره. كنجيو ليه عائله كبيره، انا اللي كتجي لي العائله ديالي اصلا، بعد اصلا عائله كبيره. هاد المره جاوني الاخ ديالي، جا من اكادير دوز معايا هنايا اون سيمان هنايا من اكادير. بناتي كلتهم، وحده جات من المارتيل وحده جات من فرنسا، كاع دوزوا هنايا معايا العطله. لا ما نكريش الدار، انا ولادي كانوا كيكريو نهار الاول الدار، دابا لا كيجيو الكومبينغ. من ما جاو كيجيو الكومبينغ. يعني قلت لك من مارتيل بنتي سمحت في دارها ودوزت معايا هنا 15 يوم، يلا البارح مشات هي وليداتها وراجلها. والاخ ديالي انا قلت لك سمح في الاكادير، وشاف هذا الشيء ديالي درته في المره، قال لي اختي شوقتيني في داك الشيء تاع لا جونيس ديالي ملي كنت صغير. جا مسكين تا هو دوز معايا انا واحد انسان. الكومبينغ احسن من الدار، حنا بالنسبه لينا حنايا الكومبينغ احسن من الدار. لحقاش الكومبينغ فيها لومبيونس، فيها التعرف على ناس جداد. الدار ما فيهاش داك الشيء، الدار غير تجي من البحر انت في الدار. والكومبينغ لا واه فيها الانسان كنجلسوا كنقصروا كنجلسوا حتى 3 الصباح بعد النوبات. المهم زوين بالنسبه لينا الكومبيك احسن من الدار. اه بيان سور، الحراره اللي في وجده راه ما تصورش، يعني راه تخلي اي واحد من دينت وجده كيجي السعيدية بالحكم على كما نقولوا البروده والبحر ويعني يفوج يعني اي حاجه كما نقولوا يعني فيها انتعاش. يعني بالنسبه للسعوديه كاع المنطقه الشرقيه تقريبا كلشي كيجي، وجده بركان يعني كاع كلشي، وكما نقولوا من غير الحراره ضاربه على كلشي يعني المنطقه الشرقيه كامله. من غير كما نقولوا السعوديه، السعوديه كيجيو من يدير الباكونس ديالو ومن عندهم الزهاء والنشاط. والمنطقه الشرقيه راها باينه كما نقولوا، يعني ناس الزهاء وناس يفرحوا اكثر ما يحزنوا كما نقولوا. والمخيم عنده واحد لو شارم بوحدو. المخيم عنده واحد لو شارم بوحدو، تلاقى مع العائلات، تلاقى مع الاصدقاء، مع الاحباب، يعني دير اصدقاء جداد، يعني دير جيران جداد. بحال الدار لا، يعني الدار بحالك في داركم، يعني لا ديفيرونس ولا بحال راك في داركم. انا اسمي ديالي ميلود، مسؤول على المخيم شمش. هي انك لي طواليت تكونوا مزيانين، النظافه ديال المخيم والماء تيكون متوفر والكهرباء كذلك. هادو هما الخدمات اللي حنا موجدينهم كاع لجميع الزوار، وتنساعدوا مع جميع الزوار. يعني تنقدموا اللي جاب يعني الكيطون الخيمه ديالو، كاين البلاص فين تيحطوها. وبالنسبه اللي ما عندوش كاع الخيمه، كاين عندنا خيام تنكرو لهم الخيام ديالنا، يعني الخيمه تتوفر فيها بالافريشه ديالها. وتنقدموا مساعدات يعني اللي للزوار، اللي تكون عنده وليداته صغار تنقدموا لهم لي زور باش يتغطاو. بالنسبه للتوافد اخويا ديال الناس، تقريبا تيجيو تقريبا من المغاربه كاع، تيجيو من الرباط، فاس، مراكش، جميع تقريبا المغرب. وكاين سنه تيجيو حتى من الجاليه المغربيه، ولكن هذا العام راه تيبان ليا يعني الاقبال بالنسبه للجاليه المغربيه كاين باقي شويه ضعيف. مغاربة اللي تيجيو هنا راه تيجيو كاينين، ولكن بالنسبه للجاليه المغربيه باقي ما دخلش على كسر يعني المقارنه بعام السنه الفارطه، كاين شويه ما دخلش كما عام الاول. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.